مرحبا أعزائي الطلاب، كيف الحال؟ نلتقي مجددا في درس جديد في قواعد اللغة العربية، وهو درس البناء والإعراب، أو كما نعتاد على تسميته المبني والمعرب. عمليا نحن نتحدث عن الموضوع نفسه. تعالوا نبحث في البناء والإعراب. قواعد اللغة العربية بالنسبة إليكم تقسم إلى قسمين. القسم الأول هو الصرف، أو ما عرف عليه علم الصرف وعلم النحو. إذن قواعد اللغة، نحن نتعامل مع قواعد اللغة بمنحيين، بطريقتين، بتوجهين. التوجه الأول هو توجه الصرفي، والثاني والتوجه النحوي. وما القصد بينهما؟ تعالوا نرى الفرق بينهما، لأن معرفة هذا الفرق مهمة جدا في كيفية تعاطينا مع قواعد اللغة العربية. الصرف، نعرف الصرف. الصرف هو علم من علوم اللغة، أي أن هنالك علوما أخرى أيضا. وحينما نقول علوم اللغة نقصد مجالات اللغة. كانوا يستعملون هذه التسمية علوم، والتسمية اليوم تختلف. حينما نقول علم الفيزياء وعلم الكيمياء أو العلوم الطبيعية، التسمية تختلف. فعلم اللغة أو علوم اللغة المقصود بها الحقول أو المجالات المختلفة، والتشعبات أيضا في دراسة اللغة. إذن هو علم من علوم اللغة العربية، يعنى باشتقاق كلمات جديدة من كلمة أو كلمات أخرى من نفس الجذر. إذن نحن نتحدث عن اشتقاق الكلمة، عن اشتقاق الكلمة، عن بناء الكلمة، ويهتم بصورتها وهيئتها، أي هو العلم الذي يدرس بنية الكلمة. رجاء تعالوا نتوقف قليلا عند هذا المفهوم، بنية الكلمة، بناء الكلمة في اللغة العربية ومعناها من حيث المشتق منها. إذن نحن لا نتحدث في علم الصرف، لا نتحدث في علم الصرف عن وظيفة الكلمة في الجملة، بل نتحدث عن الكلمة نفسها، عن طريقة بنائها، كيف توصلنا إلى هذه الكلمة. هذا هو علم الصرف. إذن هو علم بناء الكلمة من حيث هيئتها، من حيث شكلها. والمصطلحات التي نتعاطى بها، نتعامل بها، هي التصريف، المشتقات، المصادر. هذه كلها مفاهيم وتسميات من مجال الصرف أو من علم الصرف. مرة أخرى، نحن نتحدث عن بناء الكلمة، ولا نتحدث حينما نقول الصرف عن وظيفة الكلمة في الجملة. بينما علم النحو، المجال الثاني، هو علم يبحث في أصول تكوين الجملة. إذن إذا كان علم الصرف، وسأعود، علم الصرف أعزائي الطلاب يركز على الكلمة، بينما علم النحو يركز على الجملة. بأي مفهوم؟ أن علم الصرف يبحث في بناء الكلمة، في بناء الكلمة، بينما علم النحو يبحث في وظيفة الكلمة ضمن الجملة، ولا يركز على الكلمة من حيث البناء، ولكن من حيث الوظيفة. إذن هو علم يبحث في أصول تكوين الجملة، تكوين الجملة وقواعد الإعراب، ويهتم بضبط أواخر الكلمات، التشكيل، تشكيل بالحركات، بالحروف، بحسب موقعها في الجملة. إذن هو التشكيل، هو الإعراب، وما يصيبها من إعراب أو بناء. ويهتم أيضا بأسباب تقديم الكلمة أو تأخيرها، مثلا تقديم المبتدأ، تأخيره إلى آخره. إذن نتفق، علم الصرف
الصرف يبحث في بناء الكلمة كيف توصلنا إلى هذه الكلمة. مثلا نقول اسم الفاعل من فعل معين، فنقول مثلا جلسا، اشتقاق اسم الفاعل من الفعل جلسا هو جالس. إذن نحن هنا اشتققنا الكلمة، بناء الكلمة. لكن حينما نقول جلس الضيف، نشكل الضيف هنا بالضمة، حالته الرفع، ونقول إن وظيفته فاعل مرفوع. إذن فاعل مرفوع هي وظيفة، لأننا هنا نتحدث عن علم النحو. إذن في النحو نتقصى وظائف الكلمات في الجملة، بينما في علم الصرف نحن نتحدث عن مبنى الكلمة، كيف توصلنا إلى أن تكون الكلمة على هذا الشكل. هذا بالمختصر أعزائي الطلاب. فهذان العلمان واسعان، ولكن كان من المهم أن نتوقف على تعريفهما قبل أن نبدأ في تناول عملية البناء والإعراب. إذن نتابع النحو ونسأل، كما قلنا هنا النحو جلس الضيف فاعل مرفوع. إذن فاعل مرفوع، علينا وضحنا هنا الوظيفة في فاعل، هذه وظيفة، وفي مرفوع هذه حالة، وعلامة رفعه الضمة هذه علامة. إذن علامات الإعراب أو ما يسمى بالتشكيل. النحو يتطلب منا أن نشكل الكلمات وأن نعربها. فبالتالي لماذا نشكل؟ نسأل أنفسنا هذا السؤال، لماذا نشكل؟ لماذا يطلب منا إعراب الكلمات؟ ما الهدف؟ تعالوا نرى. لأن التشكيل أداة تساعدنا على الفهم الصحيح. نحن نشكل الكلمات في الجمل ليس من باب الزينة، ليس من باب الزخرفة، ولكن هنالك أداء وظيفي لهذا التشكيل. هنالك وظيفة معينة محددة للتشكيل، وهي أن نفهم الجملة بشكلها الصحيح. تعالوا نرى الأمثلة. جملة مثل فهم مصطفى عيسى، فهم مصطفى عيسى. هذه الجملة تحديدا نفهمها اعتمادا على الترتيب. ما المقصود؟ إذا أخذنا كلمة مصطفى وكلمة عيسى، في هاتين الكلمتين هنالك إشكالية في التشكيل، لأنهما تنتهيان بألف مقصورة. هذه الألف لا تقبل الحركات. لهذا نقول في جملة مثل هذه الجمل، بما أن مصطفى أقرب إلى الفعل فمصطفى فاعل، وبما أن عيسى أتت خلفهما فهي مفعول به. هذا أي السير وفق الترتيب لا يصلح في اللغة العربية بشكل عام. هذا مثال استثنائي، يعني جملة لا تتكرر كثيرا، وفي هذه الحالة ليس لدينا أي مقياس آخر. ليس لدينا مقياس، لأن التشكيل هنا يتعذر. لا يمكن أن نشكل مصطفى وعيسى هاتين الكلمتين، فقلنا نفهمها بالترتيب. ولكن بشكل عام، جملة فهم التلميذ المعلم، تعالوا نكتب هذه الجملة. فهم
التلميذ المعلم، وأنا سكنت بقصد. إذن بالمجمل يعني يقوم المعلم بتفهيم التلميذ، يعني أنا كمعلم أكون سعيدا حينما يفهمني التلاميذ أيضا الكثير من الأمور، وهذا التبادل في المعرفة والمعلومات والخبرات هذا رائع. لكن نأخذ المعنى يعني المفترض أن نفهمه. فهم التلميذ المعلم، من المفروض أن يقوم المعلم بتفهيم التلميذ. إذن نقول فهم التلميذ المعلم، أي على الرغم من أن كلمة التلميذ، كلمة التلميذ أتت قريبة من الفعل، وكلمة المعلم أتت بعيدة عنهما أو عن الفعل، لا نقول بشكل جازم بشكل قاطع إن التلميذ هو الفاعل، لأننا لا نعتمد في هذه الجملة في القواعد إجمالا على الترتيب فقط كموجه وكمؤشر للإعراب، ولكن ننظر إلى أمر آخر، ننظر إلى الحالات الإعرابية للكلمات وبالتالي إلى التشكيل، ولهذا ما نسميه الإعراب. إذن ننظر إلى التلميذ، التلميذ في حالة النصب، النصب فتحة، إذن هو منصوب، والمعلم الضمة في حالة الرفع. لماذا؟ لماذا؟ لماذا نصبت كلمة التلميذ ورفعت كلمة المعلم؟ لسبب بسيط، لأن الوظيفة الإعرابية لكل منهما حتمت ذلك، أوجبت ذلك، وهذه الإشارة كي نفهم. بما أن الفاعل المعلم هو فاعل، أي هو الذي قام بالعمل، فهو مرفوع، وبما أن التلميذ مفعول به لأنه وقع عليه فعل الفاعل، إذن هو مفعول به منصوب، ولهذا نفهم الجملة صحيحة حتى وإن اختلف ترتيب الكلمات. ففهم التلميذ المعلم، أي أن المعلم هو الفاعل والتلميذ هو المفعول به، من خلال التشكيل فهمنا هذه الجملة، وبالتالي قام التشكيل بأداء وظيفي للقارئ كي يفهم. إذن هي ليست مجرد عملية وضع حركات أو إشارات لمجرد الزينة. إذن فهم التلميذ المعلم، وكأني أقول فهم المعلم التلميذ، لم يختلف المعنى حتى وإن اختلف الترتيب، وبالتالي موضع الكلمة المقصود به عمليا هذه الوظيفة النحوية التي قامت بها الكلمة. وهكذا علينا أن نشكل باللغة العربية كي نفهم الجملة فهما صحيحا. أعود إلى مادة أساسية في اللغة، وهي أقسام الكلام. وما القصد بأقسام الكلام؟ أقسام الكلام هي أنواع الكلمات التي تتشكل منها اللغة. يعني إن أخذنا جملة وطلب منا تصنيف الكلمات حسب أنواعها الأساسية، نقول إن هنالك ثلاثة أنواع من الكلمات، وهذا عمليا يعني هذه معلومة أساسية في دراسة اللغة. والكلمات هي أقسام الكلام: الاسم، أسماء، الفعل، الأفعال، والحرف، الحروف. ونقصد هنا حروف المباني أعزائي الطلاب، حروف المباني أي الحروف التي تدخل الجملة لأداء وظيفة، مثل حروف الجر، حروف النصب، حروف العطف، حروف الجزم. هذه الحروف تسمى حروف المباني لنميزها عن حروف حروف المعاني لنميزها عن حروف المباني. إذن الحروف المقصود فيها حروف
المباني وهي الأبجدية، الأبجدية التي نبني منها الكلمة. ولكن المقصود حينما نقول أقسام الكلام هي حروف المعاني، حروف المعاني، عذرا إن كنت قد ذكرت العكس، حروف المعاني أي حروف الجر، حروف العطف، الحروف التي لديها وظيفة. وبالتالي لدينا ثلاثة أنواع من الكلمات: الفعل، الاسم، والحرف. الآن من حيث العلاقة النحوية لهذه الأقسام نقول الأسماء، الأسماء في معظمها معربة. وما المقصود معربة؟ أي أن حالتها الإعرابية تتغير. الأسماء، وسنرى ذلك في جدول عما قليل، الأسماء في معظمها معربة، بعضها مبني. الأفعال، الأفعال صيغة الماضي والأمر مبنيتان، أما المضارع فهو معرب وفيه حالتان مبنيتان. إذن المضارع معرب، الماضي والأمر مبنيان. الحروف، حروف المعاني جميعها، جميعها مبني. إذن الحروف مبنية، الفعل الماضي مبني، فعل الأمر مبني، فعل المضارع معرب، والأسماء معربة وبعضها مبني. الآن البناء يخفف علينا الحيرة أو التفكير والخطأ أيضا في تشكيل الكلمات داخل الجملة، فهي مبنية. وسأوضح بعد الاستراحة مفهومي البناء والإعراب. إذن أعزائي الطلاب، شكرا لاستماعكم لغاية الآن. نخرج الآن إلى استراحة مدتها 10 دقائق ونعود كي نتابع في لقاء المبني والمعرب، وسأشرح البناء والإعراب في الشرائح التالية. أنتظركم.
مرحبا مجددا أعزائي الطلاب، بعد استراحة دامت 10 دقائق نعود لنتابع في موضوع البناء والإعراب. إذن كنا قد توقفنا عند أقسام الكلام ورأينا العلاقة بين أقسام الكلام والبناء والإعراب، وتبين ما نعرفه عمليا أن الاسم معرب في معظم حالاته، هنالك بعض الأسماء المبنية سنرى هذه الأسماء أما قليل. الفعل الأمر مبني والماضي مبني، المضارع معرب مع استثناءين، وحروف المعاني مبنية. إذن كما ترون في هذا التخطيط، المبني والمعرب، حروف المعاني مبنية، الأسماء في معظمها مبنية، لهذا تظهر الأسماء في معظمها معربة، ولكن قسما منها يظهر تحت عنوان المبني. الفعل الماضي والفعل الأمر مبنيان، الفعل المضارع المتصل بنون النسوة ونون التوكيد مبني، أما الفعل المضارع بشكل عام فهو معرب. إذن الأسماء والفعل المضارع معربان، حروف المعاني مبنية، بعض الأسماء مبنية، الفعل الأمر والفعل الماضي. الأسماء المبنية، إذن أعود إلى الشريحة السابقة، هنا سأتحدث الآن عن هذه الأسماء المبنية. كما قلنا إن الأسماء في جلها في معظمها معربة، لكن بعضها مبني، وهنا أنتقل إلى الشريحة التالية لأوضح لكم أعزائي الطلاب ما هي الأسماء المبنية. أذكرها فقط، قسم من هذه الأسماء ستتعلمونها في صفوف مقبلة، بعضكم قد سمع بمعظمها إلى آخره، ولكن وجب التنويه والإشارة إلى ذلك. إذن نبدأ. أسماء الإشارة مثل هذا، هذه، الضمائر، هو، هي، ظروف مبنية مثلا حيث، حيث هو ظرف مبني على الضمة. الأسماء الموصولة الذي، الذين، بعض أسماء الأفعال، هذا موضوع قائم بحد ذاته، هنالك طائفة من الكلمات نسميها أسماء الأفعال، هي أسماء ولكن تدل على فعل، مثلا حين أقول لإنسان صهن أي بمعنى اصمت أو اسكت. أسماء الاستفهام، من، ماذا، من، ما. أسماء الشرط أيضا مثلا حيثما تجلس، أجلس بقربك إلى آخره. إذن هذه هي الأسماء المبنية، ولهذا نقول أحيانا أن هذه الأسماء ألحقت بالأسماء، يعني هذه المجموعة من الأسماء نقول عنها أنها ألحقت بالأسماء، بمعنى أن الأسماء أعزائي الطلاب عليها أن تكون معربة في حالاتها الأساسية، ولكن بعض الأسماء مبني كما رأينا. إذن نعرف الكلمة المبنية. إذن الكلمة المبنية أو المبني هو ما لا يتغير شكل آخره بتغير موقعه في الجملة، يعني الكلمة المبنية هي الكلمة التي تلفظ كما هي دون علاقة ودون اعتبار إلى موقعها في الجملة، وسنرى الآن 3 أمثلة توضح ذلك. مهما تغيرت الأسباب، الموقع، الوظيفة، إذن الكلمة المبنية يعني نشبهها بالحائط، الحائط مبني، هو ثابت لا يتغير، مبني لا يمكن إزاحته بالمعنى المجازي. إذن تعالوا نرى هذه الجمل، وصل هؤلاء الضيوف. تعالوا نركز على كلمة هؤلاء. لماذا نركز على كلمة هؤلاء؟ لأن هؤلاء هو اسم إشارة، وكما رأينا، أعود إلى الشرائح السابقة، كما رأينا هنا فأسماء الإشارة هي من الأسماء المبنية. إذن هؤلاء هو اسم إشارة مبني نلفظه بالكسرة، هذا، هذه، هؤلاء. أعود هنا، وصل هؤلاء الضيوف، استقبلنا هؤلاء
الضيوف رحبنا بهؤلاء الضيوف. إذن تعالوا نتابع كلمة هؤلاء في الجمل الثلاث. في الجملة ألف وصل هؤلاء الضيوف. هؤلاء في هذه الجملة نسأل أنفسنا من الذي وصل؟ من الذي وصل؟ الإجابة هؤلاء. إذن هؤلاء هي فاعل. أقول فاعل من حيث الوظيفة، هذا في علم النحو الآن الإعراب، فاعل، والفاعل يجب أن يكون مرفوعا. الآن استقبلنا نحن، هذه الناء تدل على الفاعل، استقبلنا هؤلاء، نحن استقبلنا هؤلاء. إذن استقبل نحن، استقبلنا هؤلاء، فعل الاستقبال الذي قمنا نحن به وقع على هؤلاء. إذن هؤلاء هنا نقول مفعول به، والمفعول به كما سنرى أيضا لاحقا منصوب. في الجملة الثالثة جيم رحبنا بهؤلاء. أعزائي الطلاب تعالوا نركز على هذا الحرف. ب هو حرف جر، هو حرف جر، والاسم الذي يتصل به حرف الجر نعربه اسما مجرورا. إذن رحبنا بهؤلاء، إذن هؤلاء هنا من المفروض أن تكون اسم مجرور. إذن هؤلاء في الجملة الأولى يجب أن تكون مرفوعة لأنها وقعت في محل رفع الفاعل. في الجملة الثانية يجب أن تكون منصوبة لأنها وقعت في محل نصب المفعول به. وفي الجملة الثالثة وقعت في محل جر بحرف الجر الباء. ولكن تعالوا ننظر مليا وندقق في حركة كلمة هؤلاء، الحركة الأخيرة. ماذا نرى؟ وصل هؤلاء، نلفظها بالكسرة. استقبلنا هؤلاء، نلفظها بالكسرة. رحبنا بهؤلاء، نلفظها بالكسرة. إذن ما هو الاستنتاج أعزائي الطلاب؟ تفضلوا استنتجوا من هذه الجمل الثلاث. وصل هؤلاء، استقبلنا هؤلاء، ورحبنا بهؤلاء. هل لاحظتم أي تغيير على حركة كلمة هؤلاء الحركة الأخيرة؟ الإجابة كلا، لم نلحظ أي تغيير. إذن وصل هؤلاء، استقبلنا هؤلاء، رحبنا بهؤلاء. من هنا نستنتج أن كلمة هؤلاء كما رأينا هي مبنية. ما القصد؟ أي أن حركتها الأخيرة لا تتغير حتى وإن تغير موقعها في الجملة، أي حتى إن تغيرت وظيفتها. أعود إلى الشريحة السابقة ونعرف المبني. المبني إذن الآن تتضح لديكم هذه الجملة، هو ما لا يتغير شكل آخره بتغير موقعه من الجملة مهما تغيرت الأسباب، إن كان موقعه أو وظيفته إلى آخره. إذن نقول هؤلاء، كلمة هؤلاء وردت على كسرة في آخرها في الجمل الثلاث على الرغم من تغير موضعها، أي تغير وظيفتها. إذن هذا هو البناء. البناء أي أن تبقى الكلمة على نفس اللفظة، على نفس الحركة، مهما تغيرت الجملة ومهما تغير موقعها في الجملة، أي وظيفتها. بينما في المقابل تعالوا نعرف الكلمة المعربة. الكلمة المعربة هو ما يتغير، نؤكد هو ما يتغير. إذن المعرب هو ما يتغير شكل آخره بتغير موقعه من الجملة، وذلك بسبب العوامل الداخلة عليه، موقعه، وظيفته، ما سبقه من حروف إلى آخره. إذن الإعراب هو التغيير، تغير في حالة الكلمة. تعالوا نرى، نعيد الجمل الثلاث السابقة، ولكن فلننتبه الآن ليس إلى كلمة هؤلاء ولكن إلى كلمة الضيوف. ولماذا كلمة الضيوف؟ لسببين. أولا لأنها تعرب بدلا، ستتعلمون عن ذلك، ولكن هنا لأجل المثال أنا استحضرت هذه الجمل. الضيوف تعرب بدلا، أي بدلا لكلمة هؤلاء، والضيوف اسم عادي معرب. إذن في الجملة ألف وصل هؤلاء الضيوف، بما أن الضيوف هنا بدل لكلمة هؤلاء، وهؤلاء كما رأينا
يجب أن تكون في هذه الجملة تحديدا فاعلا. إذن كلمة الضيوف في حالة الرفع لأنها بدل للفاعل. استقبلنا هؤلاء الضيوف، كلمة الضيوف هنا فتحة في حالة النصب لأنها بدل لمفعول به كما رأينا في الشريحة السابقة. رحبنا بهؤلاء الضيوف، كلمة الضيوف هنا في حالة الجر لأنها بدل لاسم مجرور. إذن فلننظر مليا إلى كلمة الضيوف. مرة رأيناها في حالة الرفع، هنا الرفع وهنا النصب وهنا الجر. ما هو الاستنتاج؟ نستنتج أن كلمة الضيوف تتغير حركتها. لماذا؟ لأن حالتها تغيرت. إذن كلمة الضيوف تتغير حالتها بتغير وظيفتها. إذن لأن وظيفتها تغيرت بتغير موقعها في الجملة. وهذا هو الاسم المعرب. المعرب أي الذي تتغير حالته وبالتالي حركته إشارته بتغير موقعه في الجملة. إذن نستنتج الاسم، إذن حالات الإعراب. الآن نتحدث فقط عن الاسم والفعل المضارع كون لأنهما معربان. الاسم قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا. الاسم لا يكون مجزوما أبدا. الفعل المضارع قد يكون مرفوعا قد يكون منصوبا وقد يكون مجزوما ولكنه لا يجر أبدا. إذن صحيح أن الاسم والفعل المضارع يتشابهان بكونهما معربين، ولكن علينا أن ننتبه أن الاسم قد يرفع وينصب ويجر لا يجزم، أما الفعل المضارع قد يرفع وينصب ويجزم لكنه لا يجر. الآن نأتي إلى ما أسميه المربع السحري. في المربع السحري، وأنا وضعت هنا مثل الطبيب كي ننتبه إلى أن جملة وصل الضيوف علينا أن نقوم بإعرابها بالشكل السليم، وأقصد بالترتيب السليم. يعني قد ننظر إلى الضمة ونقول الضيوف فاعل لأن عليها ضمة. إذا قلنا إن الضيوف فاعل لأن عليها ضمة، أقول لكم أعزائي الطلاب هذا منهج خاطئ، هذا منهج خاطئ. وسأسألكم سؤال: الطبيب يرتدي الروب الأبيض، الثوب الأبيض. سؤالي لكم، وهو سؤال بالمنطق البسيط، وهذا المنطق سنحيله على الإعراب، هل الطبيب يرتدي الثوب الأبيض لأنه طبيب أم لأنه ارتدى الثوب الأبيض صار طبيبا؟ يعني هنا ما المسبب وما النتيجة؟ وأعيد السؤال: هل لأنه طبيب يرتدي الثوب الأبيض أم لأنه ارتدى الثوب الأبيض أصبح طبيبا؟ فكروا قليلا ستصلون إلى الإجابة. ونفس السؤال أسأله عن كلمة الضيوف: هل كلمة الضيوف مرفوعة لأنها فاعل أو هي فاعل لأنها مرفوعة ولأن عليها الضمة؟ تعالوا نسير حسب المنطق الذي علينا أن نسير حسبه. وصل الضيوف. أعزائي الطلاب، أنا لا أريد منكم الآن إلا أن تسيروا حسب المنطق. وصل الضيوف، من الذي وصل؟ تعالوا نسأل، فلنترك الإعراب الآن بالمنطق بالمعنى، من الذي وصل؟ نقول الضيوف. إذن الضيوف، تعالوا لا ننظر إلى هذه الآن، تعالوا لا ننظر إلى هذه الآن. وصل الضيوف، من الذي وصل؟ نقول الضيوف. إذن الوظيفة، وظيفة الضيوف هي فاعل. الآن الفاعل أعزائي الطلاب، الفاعل علامة رفعه تأتي بعد حالته، هنالك حالة، الفاعل حالته الرفع،
حالته الرفع، علينا أن ننتبه إلى الحالة. بما أن حالته الرفع نبحث عن علامات الرفع، وعلامة رفع الفاعل هنا هي الضمة. إذن الضمة هي مجرد علامة، قد تكون علامة أخرى، مثلا وصل الضيفان، في جملة وصل الضيفان من الذي وصل؟ الضيفان، إذن ضيفان فاعل، بما أنها فاعل إذن هي مرفوعة، ولكن ما هي علامة الرفع في كلمة الضيفان؟ إذن علامة الرفع في كلمة الضيفان ما هي؟ الألف. إذن الضمة هي مجرد علامة، علينا أن ننتبه بالبداية إلى الوظيفة ثم الحالة أعزائي الطلاب، والحالة تقودنا إلى العلم. هذا هو الترتيب الذي علينا أن نسير عليه حسب هذا السهم. إذن رتبوا الوظائف النحوية على هذا النحو. الوظائف النحوية في حالة الرفع، عددوا ما هي الوظائف الموجودة في حالة الرفع. نجد الفاعل، نائب الفاعل، المبتدأ، الخبر، اسم كان، خبر إن، طبعا الفعل المضارع والتوابع. التوابع هذا موضوع، يعني هي أربعة مواضيع نجدها، وكنا ذكرنا البدل منها والتوكيد والعطف والنعت. الوظائف النحوية في حالة النصب نعددها، المفاعيل على أنواعها، المفعول به، المفعول فيه، المفعول لأجله، المفعول معه، المفعول المطلق، الحال، خبر كان، اسم إن، التمييز، طبعا الفعل المضارع والتوابع. إذن نحفظ أن هذه الوظائف في حالة النصب، والوظائف النحوية في حالة الجر وهي الأسماء فقط، إذن هو الاسم المجرور بحرف الجر والمضاف إليه. إذن حينما ننتبه إلى أن هذه الوظائف موجودة في هذه الحالة، يصبح من السهل علينا أن نتبين إعرابها، ويبقى علينا أن نضع العلامات. الوظائف النحوية في حالة الجزم، الفعل المضارع المجزوم، إما المجزوم بحرف جر يجزم فعلين، أو المجزوم بأداة تجزم فعلا واحدا، وهنا الجزم العادي والشرط. الآن هذا الجدول يوضح أعزائي الطلاب علامات الإعراب، فلننتبه. علامات الإعراب قد تكون الضمة، انظروا هذا الجدول، الضمة، الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، قد تكون الألف للمثنى، قد تكون الواو لجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة، وقد تكون ثبوت النون للفعل المضارع. إذن علامات الرفع، رأينا الوظيفة تعرفونها بالمعنى، الحالة، ورأينا العلاقة بين الحالة والوظائف، والآن علامات الإعراب، علامات الرفع. علامات النصب، الاسم المفرد وجمع التكسير علامة النصب الفتحة، المثنى وجمع المذكر السالم علامة النصب الياء، جمع المؤنث السالم علامة نصبه الكسرة، وهنا علينا أن نكون حذرين وننتبه إلى ذلك. استقبلنا المعلمات. الأسماء الخمسة علامة نصبها الألف، والفعل المضارع علامة نصبه حذف النون. علامات الجر، الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم علامة جره الكسرة، المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة علامة جرها الياء، والاسم الممنوع من الصرف ونوع من الأسماء، مثلا كنا في باريس، علامة جره الفتحة بدل الكسر، أو الممنوع من التنوين يسمى أيضا. أما علامات الجزم فقد تكون السكون للفعل غير المعتل، وحذف حرف العلة للفعل المعتل، لم أرمي كأنها كانت كذلك، حذفنا الياء صارت لم أرمي، والأفعال الخمسة حذف النون. وبالتالي نسير حسب هذه العلامات. وضعت لكم نماذج في الإعراب أعزائي الطلاب، انظروا إليها جيدا، تمرنوا عليها، وسيروا حسب القاعدة التي رأيناها من قبل. هذه اللوحة، ووضعت لكم أيضا للتشكيل، نصا للتشكيل أيضا لتتمرنوا عليه. شكرا لحسن استماعكم، كان لي المتعة أن نكون سوية في هذا اللقاء من البناء والإعراب. أضع لكم الشريحة مرة أخرى، نشكل ونعر نماذج في الإعراب.
أراكم بخير في لقاءات أخرى ومواضيع أخرى. شكرا لحسن استماعكم، إلى اللقاء.